الخبر الأول اللي عدنا عن محمد جواني وبيسان إسماعيل والرد الرابع على محمد جواني. فبيسان وأنس نزلوا على حسابهم بالإنستغرام بث مباشر بعنوان الرد على جواني. ففعليا طول البث كانوا تقريبا يحاولون يحجون على جواني وبنفس الوقت يحاولون السخرية من عنده بقصة إنه أم بيسان تضرب بيسان، وخاصة أنس الشايب ركز على هذا الموضوع. راح أحط لكم اللقطات شوفوها. لأنه أنا كثير هجوم يا إخوان، أم بيسان كثير عنيفة. اول ما شافتني شدت شعراتها وتخبط فيه بالسياره، تخبط فيه بالسياره تخبط. مش طبيعيه بالضرب بسن يا اخوان. اسمعوا، امبارح فتحت علي موس. مش طبيعيه بسن بالضرب. اوف يا اخوان، فتحت علي مشرط. تحكي شو جايب لي معك هديه؟ يخرب بيتك يا اخوان. مشرط تفتح هيك شاطر، هيك بتفتحه يا اخوان. عليها 500 جيت ضرب يا زلمه. اذا بتسكت ببلشوا كذب 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 كذب. بضلوا يكذبوا مكيفين مع حدا برد عليهم. والله اخوان، من يوم طالع اي حدا بيجي فيه بالسوشيال ميديا ام بيسان خليها ترد عليه. اخوان جد والله العظيم، يعني جد اللي بده يتعلم هيك المصارعه يجي عند ام بيسان. يا ماما شايفين بيسان كيف منفخه من الضرب؟ بتضلها تضربها 24 ساعه. انا اخذوني فيلر هسه بدنا نفتح لايف ضربتها بكوس. افتح لايف. الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني وطلبه من المتابعين انه يوقفون السخريه من ام بيسان. فهواي من المتابعين صاروا يسوون تصاميم انه ام بيسان مرعبه ومن هالكلام. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام ستوريات يقولوا خلاص رحموهم شويه، شوفوا الستوريات حبايبي. خلاص الله يخليكم، خلاص والله العظيم استاذن عليهم. خلاص خلاص يا جماعه، بوس ايدكم. خلاص بتعرفوا شيء انا زعلان عليهم؟ بتعرفوا ليش؟ خلاص انا حكيت الرد الاخير. ليش تطلعوا تتفلسفوا وتصيروا ممسحه بالسوشيال ميديا؟ يعني انا حاليا عندي 700 تصميم، كل تصميم اذا بنشر على ستوري هتموت الضحك يا جماعه. والله عم اضحك كل النهار يا جماعه. طب ليش ليش بسالكم شغله؟ في ناس تشتري لحالها الفضيحه، والله العظيم هن متعودين تشتري لحالها الفضيحه، ما عندهم مشكله. الكرامه صارت بايام السوشيال ميديا شيء عادي. يعني الخبر الثالث اللي عدنا عن المفاجات اللي محضريها اليوتيوبر. فاول واحد هو وسام تيكيت نزل على حسابه بالانستغرام ستوري بي البرومو او الجزء التسريب للمقاطع القادمه من المستقبل، شوفوها. مصدم جدا لما الشاب بيروح بيطلب ايد البنت. العروس بتحط له قهوه، بتحط له ملح بفنجانه. ليش؟ اذا شربه كله ما عاد عنده حيتحمله بكل عيوبه. بالنسبه لايش وقت راح تنزل؟ فحسب ما صرح انه يوم السبت، فانتظروها وتجهزوا لها. بالنسبه لليوتيوبر الثاني اللي محضر مفاجات فهو انس وبيسان. فنزلوا على حساب بيسان بالانستغرام ستوريات يقولون اكو مفاجات خرافيه تحضروا لها بالمستقبل. فانتوا يا حبايب تكتبونا بالكومنتات منو متحمسين اكثر. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وهل راح تتزوج. فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي هي بفستان العرس وقالت انه الساعة 8 راح تعرفون كل شيء. فهواي من الاشخاص صاروا يتوقعون انه ممكن نارين تتزوج، ولكن هذا الخبر غير صحيح، لان نارين بعدها نزلت هذا الستوري اللي تقول بيه انه ما راح تتزوج، ولكن اكو فيديو كليب ناري. المهم راح احط لكم الستوريات شوفوها. تحضيرات الفيديو كليب. سو مثل ما شايفين عم نجهز الفيديو كليب. لورنس عملوا لي شعري كالعاده، دللوني، وكمان الفيديو كليب ما بيكمل بدون ميك اب منال. سو منال عملت الميك اب. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون فيديو زي مقالات مملكه القصص. وبس مع السلامه.